واخد شكلك منك خالص ليك طبعا استاذ ابراهيم وبكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. ضيوفك الكرام بالفعل يمكن استعدادات على قدم وساق هنا في غينيا، ان شاء الله تكون مباراه موفقه للنادي الاهلي. حاله التركيز كبيره جدا، كل لعيبه ان شاء الله تكون على قدر المسؤوليه كعاده فريق النادي الاهلي. انت عارف طبعا استاذ ابراهيم عندنا غيابات كثيره بتضرب فريق النادي الاهلي، لكن مقولتنا المعتاده ومقوله جمهور النادي الاهلي على الاهلي بمن حضر، عندنا ثقه ان شاء الله في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي موفق، يكون كمان الطقس هنا، عايز اقول لك الطقس هنا متقلب بشكل كبير جدا، الامور صعبه جدا جدا هنا في غينيا. على مدار اليوم الامطار بتكون متساقطه بشكل كبير جدا. النهارده يمكن عانى فريق النادي الاهلي في التدريب الرئيسي على ملعب 28 سبتمبر، الامطار لم تتوقف نهائي بالنسبه لي طبعا. التدريب كان امر صعب وغايه في الصعوبه لفريق النادي الاهلي، ويمكن اكد عليه كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي ومستر باتريس، ارضيه الملعب يمكن فيها ميه كتيره جدا، الامطار يمكن ما فيش تصريف او ما فيش يمكن الملاعب ما تقدرش تستحمل بشكل عام الامطار الغديره دي. النهارده كان التدريب واضح جدا ان هيبقى فيه معاناه في الملعب 28 سبتمبر غدا بالنسبه للمباراه. الملعب مليء بالمياه، يمكن بنتمنى غدا يكون الملعب قدر ان هو ينشف شويه، لكن الملعب فيه مطبات كثيره. الشكل الظاهري بالنسبه للملعب نقدر نقول الملعب مقبول، النجيله يمكن شكلها اخضر متساويه، لكن داخل الملعب بعد ما سالنا اللعيبه بعد ادائهم للتدريب الاخير هنا على ملعب 28 سبتمبر قال لا الملعب صعب جدا، في مطبات نجيله عاليه، الميه كمان متاثر بشكل كبير جدا. لكن زي ما بنقول استاذ ابراهيم بنتمنى ان شاء الله غدا الطقس الامور تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. لو بسترجع معاك سريعا كده، اليوم النهارده اجتماع فني كان صباحا، مؤتمر صحفي حضره مستر باتريس وكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي. الامور المعتاده في المؤتمر، الاسئله كلها طبعا كانت على كيف يروا طبعا الطقس، بيشوفوا الملعب ازاي، كيف يروا حريه كوناكري المنافس اللي هيكون في مواجهه النادي الاهلي. ذكر طبعا مستر باتريس امور كثيره جدا، قال وصول هذا الفريق لهذا المستوى ودور الثمانيه يدل ان هذا فريق مميز، فريق عنده طموح. كمان اكد ان الفريق بيقدر يرجع تاني للمباراه، بيدخل فيه هدف بيقدر يرجع كمان، ودي يمكن حاجه مميزه. لكن عايز اقول لك محاضرات مستمره، كان في محاضره من اللحظات انتهت بقياده مستر باتريس والكابتن محمد يوسف، توضعت فيها النقاط على الحروف التكتيك. هم عندهم ازمه شويه يمكن فريق حريه كوناكري في الباك ليفت، الكابتن محمد يوسف اتكلم عليها، قال لابد ان احنا نستغل هذه النقطه. عندهم ثلاثه من العناصر المميزين في الامام، وشانسي وداوودا دول يمكن اثنين مميزين جدا، ويمكن كان لهم تاثير في مباراه الوداد وايضا كمان كافه المباريات في البطوله الافريقيه في مشوار حريه كوناكري. لكن بقول لك هنا حاله التركيز الكبيره اللي فرضها الجهاز الفني ان شاء الله باذن الله تكون منعكسه على فريق النادي الاهلي. الامور مطمنه يا استاذ ابراهيم، ان شاء الله باذن الله يكون النادي موفق ان شاء الله النادي الاهلي في هذه المباراه. لو في استفسار انا تحت امرك، اتفضل يا فندم. كريم، هل في اي ملامح للتشكيل ظهرت عندك؟ يمكن النهارده كان في ال 15 دقيقه المقرر ليها طبعا والقنوات الفضائيه المشاركه طبعا او اللي بتحاول ان هي تغطي التدريب النهارده النهائي لفريق النادي الاهلي، كان في يمكن اخفاء كبير للتشكيل. لكن انت عارف طبعا يمكن من خلال رؤيتنا نقدر نقول ان احمد فتحي وسليف كولبالي وسعد سمير وعلي معلول في خط الظهر، بجانب كمان محمد الشناوي طبعا في المنتصف، هشام محمد هيكون حسام عاشور اللي بناكد على جاهزيته بشكل كبير، مؤمن زكريا كمان هيبقى ليه دور، وليد سليمان، ناصر ماهر، وليد ازارو. نقدر نقول ان هذا القوام اللي ممكن نقول لو في تغيير هيكون في تغيير واحد او تغييرين على اضيق الحدود، لكن من خلال التدريبه الاولى. لكن تدريبه اليوم كان فيها اخفاء بشكل كبير جدا لملامح التشكيل. لكن من التدريب الاول اللي كان على ملعب بترتان، هو ملعب طبعا خاص بالاتحاد الغيني، نقدر نقول ان احنا قدرنا نلبس هذا التشكيل. بنتمنى كمان ان شاء الله حتى ميعاد المباراه تكون اللعيبه باذن الله ما فيش اي حاجه تصيبهم، الجو هنا فيه تقلبات، بنتمنى ما يبقاش في اي اصابه او اي لعيب او اي اعياء لاي لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله تكون من نصيبنا هذه المباراه يا استاذ ابراهيم. شكرا جزيلا كريم احمد، موفد قناه الاهلي الى كوناكري.